ايه يا شيخ، انا طلبه ايه؟ هلا يا شيخ. هلا يا شيخ، يلا يلا خلينا نقرر مجال. انا ما اعرف اسوق. هو سجل في السوق بسيطة. انا دي ترسى الله اللي قد ابوي الجيل في رسالة. يا مرح لا مو ملاتك يا لا شباب شو خبر؟ ما بينا ما بينا لا ايه صحيح هو الخسران. يلا خلي خسران وخسران دنيا. شوف شدق الباب. يلا اريد اشوف شلون اهدي ديك. هلا اخوي، اهلا وسهلا. تفضل ابوي. حجي لا تفضل ولا تحزنون، هذا ابنك بشير داعم له. وهددني وهددني ما يصير حجي، ما يصير. شنو الحكي؟ هو طالب صحي حالي؟ انا اول مره دائما يدعمه ويبسطه. ذيك مره ضربه بالطابور وما حكي لنا زين. اسمعني، مرتي الثانيه من يشوفه بالشارع شو يسوي؟ ابسطه ارد على الطاق طيح حظي ابسط بالعودة. اي اي بس اذا ابسطك لا تطب البيت. فهمت ولا لا؟ ما خلص وليدي ترى عيب هذا الحكي، واحنا جيران وهيل. ايش لا حجي لا لا عيب ولا هم يحزنون. ماكو جيران وهيل، صار لنا عمر ما يصير على جاهل. تتارك تجي تهد علينا هذول الجهال. هو دعم، هو دعم، شوف هو دعمه. ابوي هذول يتعاركون ورا خمس دقائق يرجعون يلعبون سوا. انت ما يصير هيجي تجي هاد علينا يا ابوي. وكل ما تعاركوا وجيت سويت لك مشكله. عيب هذا الحكي، ما رجال كبير ما يصير صيح علي. وش يا ابوي ما يصير هيجي يا عمي. زين هذا ما هذا انا مربي على ايدي ما ينفي. ابوي هو ابنك اللي دعمه بمايسكين. اي صدق هذا ابنه ما يكذب ابد. انا ابنه وعفوه. ما يصير هيجي يا ابوي ما يصير. حجي هذا اخير انذار زين. اذا كمشتي اني لولولو كم شو بشير بالشارع انبسط. هذا اخير انذار. يلا في مال. الله وياك ابوي، الله وياك. ودع بالله. يا اخي وين رايحين؟ وقف وقف، وين رايحين؟ وين مو من ساعة تعاركتوه؟ عمنا عندنا عادية. شنو عادية يعني؟ يعني عادية ورا خمس دقائق تصالحون؟ اي عادية. ترى ماكو هيك شيء. من ساعة تعاركتوه صارت مشكلة كبيرة. صاحبنا عادية عندنا كلنا مين. يلا يلا روح روح، بس إذا تعاركتوا ماكو أبسطكم فيكم. اي اعمل غير جهال يتعاركون منا ويلعبون منا. بس انا رحت للرجال وهددته وقمت اصيح وذولا ورا خمس دقائق رجعوا يلعبون. والله فشلوا وعيب. خلي روح اتعذر من عنده احسن لي. تعال تعال بشير لولو، تعالوا 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 لولو. امشي خل روح نتعذر من الرجال. من ساعة تعاركنا وياهم وهسه رجعت لعبتوا. فشلوا وعيب. مشينا انا وياك يلا. صح انا لحد يروح بشير. سالي الحج، سالي الحج، قل الجماعة بالباب. تفضل تفضل. اهلا ابوي تفضل تفضل ابوي. اهلا وسهلا. يا الله يا الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا ابوي. اهلا بكم. اهلا وسهلا. وجيتك على راسي. بيك اكثر حجي، بيك اكثر. احفظ الله والديك. طبعا انا مستحي منك والله. ما صار شيء. اي صحيح حسي والله صحيح. لا صديق كذي، معنا اهل ان شاء الله. صحيح يا جهال. دول يلفون يتعاركون ساعتهم براحتهم. ذول الجهال يا ابو ما تعاركوا وتجي بتفتك وتجي يجي بتاخوه.
يصير هيك يا ابوي عيب وفشل من هالجيران. ان شاء الله ان شاء الله ما يصير هيك. المفروض انت تاخذها يعني ببساطه. ان شاء الله ما تجيب قضيه بعد. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله 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 بخير. طبعا اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو حبايب، ونريد منكم اشتراكات شويه تحركون القناه. ان شاء الله ما تخسرون لايكاتكم، ونريد تعليق شويه يسووها يستني الجماعه شويه يعني جاي بالقوه جاي يجيبهم يرتلون يا عبالك مالين مليا عليه زين. وان شاء الله ما تخسرون.